محبي الرياضة أينما كنتم كرحب بكم في حلقة جديدة من مباراتكم ميكرو سبور. ومن بعد الأداء المشرف لضربي المنتخب المغربي في مباراته ضد نظيره المالي اليوم خلال المواطن المغربي شكون نجم المقابلة، نتابعوا آرائهم وراجعين لكم. حكيم زياج عطى واحد الإضافة قوية للمنتخب وعطى واحد الشحنة اللي خلاهم أنهم يقوموا في المقابلة في المستوى، وكنظن بأن المقابلة يعني مفروض عليهم أنهم خاصهم ينتصروا لأنه بالأمس الانتصار والدافع المعنوي القوي رقم واحد هو الجمهور، لانه كان واحد الدور قام واحد الدور في المستوى، والحمد لله كتعرفوا بان الاجواء يعني اللي كانت في انسجام راه كيكون كتكون نتيجه. الرجل المقابله هو زياش، حاجه باينه هذه، هو اللي طلق باصات ديال اللي بيت اللي تماركاو والبيوت اللي تماركاو حتى هو اللي ماركاهم. اول كاين حكيم زياش وكاين داك ديال ريال مدريد داك اللي ماركا البيت نمره جوج، لا ماشي فيصل الفجر اللي في دو دو داك ما سميتو باقي ما عرفاش هذاك سميتو مزيان. بالنسبه لي الفرقه كامله كانت رجل المباريات واحد، ما كانوا فرص بزاف وتفاهموا بيناتهم ما طمعوش بيناتهم فلعبوا كان نفس فريق واحد. رجل المقابله هو حكيم زياش اللي بصم على واحد الاداء مبهر، والعوده ديالو المنتخب حسناش من الاداء ديال المنتخب، وكنبغي نواب العوده ديال بن عطيه اللي هو زرع الروح والثقه في المنتخب الوطني. لكن ثلاثه اخويا حكيم زياش المرابط احمدي هادو هما اللي كاينين، هادو هما هادو ما كاينينش ما كاين والو في ذاك المنتخب. زياش والدراري اللي معاك، وما كانوش الدراري اللي معاه ما يبان زياش. المنتخب كامل بان ليا البارح انا زوين، مشى زياش. إذا المشاهدين الكرام كيف ما تابعنا فئة كبيرة من الآراء أكدت على أنه حكيم زياش كان نجم المقابلات بدون منازع، كاين في الناس اللي كيشوف أن الفريق كامل كان متكامل بس عطانا نتائج مشرفة. بهكذا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع شوية جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.